يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سورة المدثر هي أول سورة كاملة نزلت في القرآن؟ أول ما نزل من القرآن اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأما قول جابر رضي الله عنه إن أول ما نزل يا أيها المدثر، فهذا فيه نظر. وأيضا إن صح فمعناه أول ما نزل بعد فتور الوحي، بعد فتور الوحي أول ما نزل المدثر، كما سبق لكم أنه فتر الوحي مدة ثم عاد، فيكون أول ما نزل بعد الفتور هو المدثر. نعم.